يا شباب يا شباب بدناش نكتب استدعاء لانه القرار نافذ. ما في استدعاء موجود معي القرار بدي نفذه بس نقابل الوزير استدعاء بدي اساله ليش مش منفذ. ايوه بدي منه جواب رسمي كل طالب بدي مش منفذ بس هذا ايوه بالضبط كل شهر حد يحل واحد يصور مع هذا الموضوع الوزير شغال يصور كل لو ما عندناش قرار رسمي انا طالب بالشارع كل سودان وحطوراتي ونورتو مش قابلين عشان وعدوا عشان هو يوعد ايش ادفع فيش حل يا بقاع الوزير يحكي يقول لي ليش قراره مش نافذ ليش ما لهوش سلطه ليش مش وزير يعني مش باين على لا 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 ايوه ايه الوزير مش باين على واحد صف سادس يا زلمه بدي اسلم واحد صف سادس بس في التوجيه يا رجل بدي الوزير معاوي اهدى شوي احنا عندنا 4-5 ايام وثمان شهور احنا مراجعين وضحكوا علينا وقالوا لنا روحوا والقرار اتنفذ واحنا قاعدين برا وبيضحكوا علينا ايفر بنج ما راح ندخل انا واقف في حق المراجع هويتي معي اورد اندر تراجع على الوزير طيب مكتبهم هون هذا المراجع بس انا على الوزير انتوا اطلعوا في فوق